تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. شنت طائرات روسية ضربات جوية على أحياء مدينة درعا ومنطقة غرز جنوب سوريا بعد انتهاء هدنة 48 ساعة التي تم الاتفاق عليها بضمانة أمريكية روسية، وأسفرت الضربات عن قتل وجرح عدة أشخاص. يأتي ذلك تزامنا مع قصف مكثف من قبل قوات الأسد والميليشيات الموالية له بالبراميل المتفجرة وصواريخ أرض على أحياء درعا. أعلنت وزارتا خارجية روسيا وكازاخستان يوم الاثنين أن جولة جديدة من محادثات السلام السورية ستعقد في إستانا برعاية روسيا وإيران وتركيا في الرابع والخامس من شهر تموز يوليو المقبل. وأوضح بيان كازاخستان أن لقاء إستانا سيخصص لبحث مناطق خفض التوتر إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البلاد. قتل صحفي عراقي وأصيب ثلاثة صحفيين فرنسيين آخرين بجروح بانفجار أثناء تغطيتهم للعمليات العسكرية في المدينة القديمة في مدينة الموصل العراقية. وقتل الصحفي العراقي باختيار الحداد الذي يعمل مع فريق صحفي فرنسي تابعا للقناتين الأولى والثانية الفرنسيتين بانفجار عبوة ناسفة في الموصل القديمة، بينما جرح ثلاثة صحفيين فرنسيين. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع ضحايا الكوليرا في اليمن إلى 1146 شخص خلال أقل من شهرين من عودة المرض للظهور في 27 من شهر أبريل نيسان الماضي. وذكرت المنظمة في تقرير لها أنها سجلت قرابة 167 ألف حالة اشتباه بالوباء، من بينها 1146 حالة وفاة، مشيرة إلى أن محافظة حجة ما زالت الأكثر تضررا بتسجيل 195 حالة وفاة. قصفت طائرات فلبينية مواقع للمتمردين وشنت القوات البرية هجوما جديدا على متشددين متحصنين في مدينة جنوبية اليوم الثلاثاء. وقال متحدث باسم الجيش إن الهدف هو إنهاء القتال قبل عيد الفطر في مطلع الأسبوع المقبل. جاء الهجوم وسط مخاوف من احتمال وصول تعزيزات للمتشددين بعد العيد، ويشير إحصاء رسمي إلى أن القتال في مدينة ماراوي الذي دخل أسبوعه الخامس أودى بحياة نحو 350 شخص. أوقفت الشرطة الفرنسية أربعة أشخاص من أفراد أسرة المتطرف آدم الجزيري الذي قتل لدى محاولته تنفيذ هجوم في الشانزليزيه واعتقلتهم رهن التحقيق. ووقعت محاولة الهجوم التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها بعد ظهر يوم الاثنين في جادة الشانزليزيه. نهاية الموجز، في أمان الله.